يلا يلا استعمل استعمل الاسكان. فيها دوران على فيها دوران اشتغل بالهاون مالك هذا السلاح ان شاء الله امامكم، ان شاء الله يقومون عليه الاخوه صيانته والمشاركه اعطاء للفصائل الحشده الشعبيه والمقاومه المباركه للمشاركه في تحرير الموصل، ان شاء الله القضاء على داعش في تحرير الموصل، والاخوه ان شاء الله جاهزين وعلى تم الاستعداد تجهيز الفصائل وتجهيز الاخوه بالمقاومات لتحرير الموصل من داعش. روح قولك هاي حقيقة جيب لك القاعدة